تعالي بص بقى اهو كله حطيت له ورق وطبقته. شوفي بقى انا عايزه منك حاجه مهمه. شوفي يا سندوستي عايزاكي تعملي ايه بقى؟ جلاليب بيض وطرح بيض عشان النسوان اللي بتروح الحج بيبقوا عايزين يلبسوا كده. حاضر يا حبيبتي هعمل لك كل اللي انت عايزاه. طب وبقول لك ايه؟ ايه؟ الواد سعد ابني لما يجي اوعي تدخليه الا ما تغطي بتوع دي يا اختي. ها؟ ماشي هغطيهم واتغطى انا. مساء الخير. انت مين يا ابني؟ ازيك يا امي؟ مساء النور. معلش انا ما اقصدش اخدك، هي كل مره بتيجي كده. اهلا وسهلا. انا الانسه كوريا كلمتني بخصوص موضوع البيت وقلت لها ان انا حاجه استناها هنا عندك في المكان. وتستناها هنا ليه؟ البيت بيتها والشقه شقتها. انا مالي؟ ايوه ما انا عارف. انا قلت يعني اجي ابارك لك على المشروع الجديد بتاعك، خصوصا يعني يوم الافتتاح كانت الدنيا زحمه جدا ومعرفتش ادخل لك. ليه؟ هو انت كنت موجود يوم الافتتاح؟ هعتبر نفسي مش ضابط مباحث وهصدق انك ما شفتنيش. لا انا فعلا ما شفتكش. وبعدين انت بتحقق معايا ولا ايه؟ لا لا ابدا خالص، هو كل الموضوع يعني تقدري تعتبري نفسك انك مطلوبه امنيا، وانا بعتبر نفسي ضابط شاطر زي ما بيقولوا، وحاسس كده والله اعلم اني هعرف اوقعك. السلام عليكم يا سعاده الباشا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشا؟ اهلا بيك. منور الدنيا كلها. انا قلت اجي لكم كده نقعد لوحدنا الاول عشان اشوف طلباتكم ايه. نورت يا بيه. احنا جايين علشان نقول كلمتين او رد غطاء. اتفضلوا تحت امركم. بص يا سعاده الباشا، الراجل سلومه صاحب البيت ده راجل واطي ياكل مال النبي. احنا جهزنا له الفلوس وتصرفنا له فيها، بس عايزين نديها على ايد الحكومه. ليه بقى؟ علشان لما يقفش الفلوس لو فكر بس انه يقل معانا ولا يلعب معانا الدنيئه الحكومه هي اللي تتصدر له مش احنا. بس انا شايف برضو ان احنا لازم نمشي الموضوع ودي، لان انتوا في الاول وفي الاخر جيران وشكوا في وش بعض. عموما احنا هنقفل المحضر اللي هو عامله عشان التنكيس بالتصالح، وهنحط تاريخ جديد لبدايه اعمال التنكيس، وده طبعا عشان تقرير الحي. وانا كده كده هعمل لكم محضر بالصلح واخد لكم عليه تعهد بعدم التعرض. صح، عين العقل يا باشا. ايوه بالذات بقى يا باشا موضوع عدم التعرض ده. ليه بقى برضو؟ علشان هو من ساعه ما تقدم لها عشان يطلب ايدها وهي رفضته وقالت ما يلزمنيش، وهو شايل منها ومعبي، عايز ينتقم مننا كلنا كده. لا طبعا، وانا ما اقبلش ان اي حد يضايقكم او يتعدى عليكم، خصوصا يعني وانا موجود. ربنا يخليك لينا يا باشا وينصرك على مين يعديك. الانوثه مش بس لبس وشعر وميك اب، لا لا، الانوثه لايف ستايل. نعم. اتيتيود، يعني حاله احساس. انت مش لازم تهتمي بانوثتك عشان الراجل بس، عشان جوزك او خطيبك، نو، عشان نفسك. الانوثه بتبان في المشيه، بتبان في الجست، في الحركه، بتبان في الحاجات دي. لازم ما تبقيش مكسوفة انك انثى، ربنا خلقك انثى so you have to be proud طول الوقت. تبقي فخورة كده، حاسة ان كده انا مبسوطة ان انا انثى، حسي بانوثتك. الله ينور عليكي يا ابلة، ده انت كلامك عامل ولا كلام الستات اللي بتطلع في التلفزيون. طب ما تسيبك من الدرس ده يا ابلة، احنا مش تلامذة، ما ينفعش تبيع لنا الهدوم دي بالاسم. يا بنت انت وهي اختشوا على دمكوا ودم اللي جابوكوا، عايزين تلبسوا المشاخلع والمدلع والملمع من غير ما تدفعوا؟ شحات عايز ياكل عيش فينو؟ اهو النبي يا ابله، ده احنا حتى غلابه وما معناش نحط قيمه فلوس في الشفتشه والمقطع والمباين. ده كل هنا ماشي كده بالقسط وشغالين زي الطلوقه. طلوقه؟ طيب خلاص امشوا انتوا دلوقتي وسيبونا افكر. ماشي سلام يا ابله. باي. امشي يا اختي امشي. الله 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 الله، اشي اخضر واشي احمر واشي اصفر، ده انا ولا في اشاره مرور. مؤاخذه، انا والراجل ده عايزين ندلع، ممكن تدلعينا يا مجنة؟ انتوا عايزين مني اي حيوان انت وهو؟ لو ما طلعتوش دلوقتي بره هجيب لكم البوليس وهحبسكم. يحبسينا؟ هو فين الحبس ده؟ احنا بنتمشى عليه مش لاقيينه. يا حمار انت وهو، انتوا عايزين منها ايه؟ يا سندس ايه اللي جابك هنا؟ اطلعوا بره، يلا اطلعوا بره. فيها جمالات مالهم بيك العيال الصياع دول؟ ايه اللي جابك هنا يعني انت وهو؟ يالا يا كوريا، الحيوانات دول دخلوا بيقولوا لي كلام سافل وقليل الادب. نعم نعم نعم، بتقول ايه يا حيلتها؟ هو اياد انت هو الشيطان يعمل معاك الغلط، ده انتوا وقعت ابوكم هباب. في رجاله انت هو؟ تخشوا محل الناس تسرقوهم؟ بس انا ما كنتش اعرف انها تخصك يا استا كوريا. نعم يا حبيب امك؟ ما تعرفش؟ انت هتأرنبني؟ وانتوا وراكم حاجه طول النهار اللي هتسجحها والمرازايف خليلها في الحاره؟ ما تعرفش ازاي؟ بقول لك يا استا كوريا، احنا هنكبر لابراهيم وللراجل اللي معاكي وهنخلع من هنا، وكلمتين ابرك من جورنال.
قال لك ما كناش نعرف يبقى ما كناش نعرف. احنا كنا فاكرينها ولد جديد من بره المنطقه يعني. وعامه حاك علينا ست الخضرة الشريفه، احنا كنا فاكرينه محل جلاليب رجالي. ولا عايزين نتهبب ولا نتدلع. سلام يا عم. سلام عم وداد. سلام عم النسر. شايفه قله القيمه اللي جبتها لنفسك بالمشخله؟ ثم تعالي هنا، ما تنشفي كده يا اختي، ما اللي يدوسك على طرف دب بايدك في كرش وطلعي المصارين. هو انت ايه جايه من ايه؟ ما طلعتيش مصارين حد قبل كده؟ ما طلعتش. السلام عليكم يا اخت جمالات. هلو، اهلا وسهلا. مين الراجل ده؟ ده الشيخ ناصر يا سندس. انا بحب الشيوخ قوي قوي قوي، عارفه ليه؟ ليه؟ علشان بيودونا نحج ويعلمونا نقول ايه. انا هحج امتى بقى؟ ان شاء الله ربنا يكتبها لك يا ست سندس. بعد اذنك يا اختي، كنت حابب الفت نظرك لحاجه بسيطه كده. اتفضل. هذه المجسمات الموضوعه في فترينات العرض المسماه بالملكانات، الا ترين فيها فتنه؟ يعني ايه؟ هذه المجسمات الا ترين فيها فتنه؟ فتنه؟ دي بلاستيك. افهم هذا جيدا، ولكنها منحوته بمهاره كأنها أنثى متفجرة الأنوثة ملفوفة القوام. وشباب منطقتنا من الفقراء، ممن يصعب عليهم توفير نفقات الزواج لمشاهدة النساء الحقيقيات. وأنا بعيني شاهدت كثير من أبنائنا سائق التكاتئ وهم يهدؤون السرعة ليتأملوا هذه المجسمات، والعياذ بالله. العياذ بالله؟ يعني هو أنا صحيح مش فاهمة ولا كلمة من اللي حضرتك بتقوله، بس واضح إنه كلام مهم. ولكنني وقفت أراقب المحل طويلا حتى وجدته خاليا وتجرأت وقلت أكلمك. لا أنا مش متضايقة خالص، بالعكس حضرتك يعني بتقوم بدورك شيخ في الأريا في المنطقة قصدي. والله خير القيام يا أخت جمالات، أقيم الشعائر وأقيم الصلاة وأم المصلين، كل هذا نظير 750 جنيها شهريا بكافة مشتملاتي. مشتملاتي ما شاء الله، تبارك الله تبارك الله. بارك الله فيك. بعد إذنك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على مهلك وانت ماشي. الراجل ده عايز ايه؟ مش عرفني، بيقولي لازم البس المكنات. مكنات؟ لبس المكنات ويشتغلوا ازاي؟ هو انا ناقصاك انت كمان؟ حرام عليك. خد يا حبيبتي، ردي على التليفون. الو. صباح الخير. صباح النور. كويسه النهارده ولا لسه مضغوطه؟ لا كويسه، بقت احسن. انا خليتهم دوروا على القضيه بتاعت ابراهيم نوح ده، طلع معمول فيه بلاغ بسرقه ميكروباص، بس هو طبعا اتهام من غير لا شهود ولا اي حاجه، وعشان كده اتعمل له استدعاء مش ضبط واحضار. بس طبعا لازم يروح وينكر عشان ما تتعملش قضيه وتحكم عليه غياب. خلاص حاضر، انا هقول لكوريا عشان تقول له. ومتشكره قوي لحضرتك تعبتك معايا. حضرتك اول حاجه ما تقوليليش حضرتك، ثانيا ما تشكرنيش، وانا عايزك تخلي بالك من نفسك، دي احسن طريقه تشكريني بيها. خلاص ماشي، يلا باي باي. مالك يا بيت؟ ساهمت كده ليه؟ صح صح الأكل عيشك، لحسن بعدنا أقوم أكسرك. ده تحط شوية زيت عليهم حتة دهن جاموسي. دهن جاموسة؟ آه، عشان يدوا ريح. وبعد كده تروح فاقع الكبدة والسجق ورادمهم فلفل أخضر وطماطم وبهارات. لما تيجي تعبي بقى، ها، ما تدبش السكينة في الرغيف لحد آخره عشان ما يبهواش ويطلب منى زيادة. بص، نص فتح، ها، وتمسك المقصوصة ويدوب، شوف يدوب لحسة كبدة، وتكمل بطحينه. الكيلو يعمل معاك من 80 ل 100 رغيف، اقل من كده تبقى حمار. اسمع يا واد منه، ما تصدرش الطرشه يا ولا. شوفوا بيشتغل الناس ازاي عشان ما حدش يشتغلك يا عبيط. امال الزبون هياكل ايه؟ مخلل. تدي له مخلل على قد ما تقدر، المخلل بيضيع طعم الرغيف الحار. ياكل اللي ياكل يا اخويا، ما ان شاء الله ما اكل. هو الرغيف ابو كيلو كبده و2 كيلو سجق يا اخويا. ازيك يا مسوك؟ ازيك يا سوق؟ تعالى هيما عاوزاك. ايه خير؟ القضية اللي عليك طلعت بتاعت سرقة الميكروباص، والواد الظابط قال للبت جمالات انك لازم تروح عشان ما تنتصش فيها حكم، وبيقول لك كمان لازم تنكر، ما هو ما فيش شهود ولا حاجة. ماشي؟ ماشي، هروح بكرة اشوف الموضوع ده. ماشي. بس ايه موضوع البت مع الظابط؟ منطقة ضيقة يا كوريا والريحة هتفحفح. ادي نفعتك يا اخويا، كنت هتعرف مين اللي فيها لو ما كانوش بيكلموا بعض. قشطة، طالما فيها مصلحة قشطة. البت يا اخويا عمالة توشوش في الواد كأن احنا غربة. هو احنا غربة يا ولد؟ احنا غراب ياما، وخليكي في حالك بقى. الله يخرب بيتك يا سوق، يا سوق هتولع في ام اللي جابوه. اجري يا ام سوكة. فاكراه؟ اه طبعا فاكراه. هو في ايه؟ انا بالنسبة لي مفيش حاجة، انما اهلك لما يعرفوا ان بنتهم مدمنة
وان ابن خالتها مات بسبب الادمان، انهم سايبين حضرتك هنا كل يوم مع راجل شكل. بتهيألي دي التفاصيل هتبقى مهمه بالنسبه له. انت عايز ايه بالظبط؟ ابدا، عندنا قضيه كبيره وعايزينها تخلص باسرع وقت ممكن. متقلقيش، كل التفاصيل اللي قلتها عنك دي محدش يعرفها غيري، ومستعد انها تفضل سر ما بيننا. بس نتفق. نتفق على ايه؟ في معلومات معينه عايز اعرفها عن ومن نادر عالم الدين. يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا فيك. نجوان خطيبتي الشيخ جاسم من كبار المستثمرين العرب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اليونان نورت يا شيخ جاسم. اليونان منوره باهلها وانتوا اهلها. الله يخليك. فزي ما بقول لحضرتك كده ان الصفقه دي مضمونة 100%. ليه بقى الصفقة دي مضمونة 100%؟ لأنه إحنا دايماً عندنا في مصر أزمة سكر. إيش هالحكي اللي تقوله يا أستاذ مروان؟ أزمة سكر في مصر والسكر كله قاعد يمي؟ لا 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 بتكلم بجد. أصل بص أقول لحضرتك حاجة، إحنا دايماً كمصريين متعودين نشرب كوباية الشاي خفيفة مع سكر زيادة، فدايماً تلاقي الشاي مرطرط كده والسكر هو اللي فيه مشاكل. حتى أنا طلعت في كذا برنامج كده كنت بقول يا جماعة اللي يعمل كوباية شاي بلاش 4 معالق سكر وخليهم 3، وبدل 3 خليهم 2، لكن تقول إيه بقى المصريين مزاجهم كده. والله يا مصريين انتوا سكر الدنيا كلها. الله يخليك. انتوا احلى ما في الدنيا مصر وشعب مصر. الله يخليك الله يخليك. بس ايه بقى لما بتحصل ازمه السكر دي السعر بيزيد الطقطقين او 3 كمان. طيب استاذنك دقيقه واحده. اتفضل اتفضل. والله اذا كنا احنا سكر فانتوا العسل كله. ايه في ايه؟ هو انت جايب الراجل ده هنا ليه؟ مش محترمك، مش شايف ان هو قاعد بيبص لي بصات سخيفه جدا؟ في ايه؟ وطي صوتك اللي يسمعك. بعدين انا اساسا اصطدته لما لقيته بيريل على اول واحده حلو، وبعدين هو فاكر انه هيلدعني على قفايا وياخد مني، خليه ماشي في سكته، والشاطر اللي يضحك في الاخر ويلدع القرشين. ياه، للدرجه دي انا رخيصه عندك؟ يعني انت قاعد بتلعب بيا وبتتاجر بيا كمان؟ بس يا ستي بس منورنا. بس بقى، انت اتجننتي ولا ايه؟ في ايه؟ حاضر. وبعدين وانا قلت في لمس لا سمح الله، ده همس نظرات حاجات كده من تحت لتحت من غير ما اخد بالي منها. بس بقول لك ايه؟ كله الا اللمس. ليه؟ عشان انا راجل شرقي ودمي حامي. دمي حامي قوي. اهدي كده وفك فكي. حاضر. استاذ مروان. ايوه. صدقني انا حبيتكم حبيتكم وايد. لا ومن اليوم ورايح ان شاء الله بنوقع صفقات وصفقات كبيره. علشان انتوا تربحون واحنا نربح. قول ان شاء الله. ان شاء الله. قول ان شاء الله. ان شاء الله. الله عليك يا شيخ جاسم.